وأنا على ثغر الصباح مرابط أحمي هناك حقيقة الأنوار. يا إخوة حرثوا الرياح بصبرهم وتجذروا في تربة الإعصار. أن ينفي ما يشاهده من أن السلطة منذ أن بدأت في برامجها الانتقامي لا زالت تواصل هذا البرنامج، ولكن الفرق بين ما كانت بدأته وما تواصله الآن أن ما بدأته كانت فوضى، وما تواصله الآن وفق قرارات ومراسيم وتكنين، فالبرنامج الانتقامي متواصل. رقم 2، أن هناك مشكلة واقعا موجودة منذ أن وقعت الإشكالية في 16 مارس أو 15 مارس 2011، تمثلت في أن السلطة لم تكن جادة في دعوة لجنة تقصي الحقائق، وإنما كانت مضطرة وواقعة تحت ضغط دولي، لأن ما قامت به من انتهاكات وتم عده نوعا إلى أكثر من 50 انتهاك، حتى أن بعض الانتهاكات لم تكن موجودة مثيلا لها في بعض رصد المنظمات الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان. مثلا هدم المساجد لم يكن موجود من دولة مسلمة هدمت مساجد، ما موجود يعني، هذا مو من طبعا موجودة بعض الانتهاكات غير متوفرة. المشكلة أنه لم تكن جادة منذ البداية. أسمت اللجنة بحسب الأمر الملكي رقم 28 اللجنة الملكية البحرينية لتقصي الحقائق. سيد بسيوني بوضوح أخبرني شخصيا في أثناء كلامي معه، قال أنني رفضت أن تسمى باللجنة الملكية، وإنما أصريت على أن تكون اللجنة البحرينية المستقلة، لأنني أريد أن أتحدث عن البحرين وأن تكون اللجنة باسم البحرين. ولهذا أنا أشير أيضا هنا، لا ينبغي أبدا أن ننسب اللجنة إلى السيد بسيوني، علينا دائما أن ننسب اللجنة البحرينية، لأننا يجب أن نأتي باسم البحرين. بسيوني مسوي عشرات اللجان ومسوي تقصي كبير، بس لجنة بسيوني ما إليها علاقة بالبحرين، يجب أن تكون اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وأيضا احتراما لزملائه الذين كانوا معه، وهم السيد رودلي نايجل والسيد فيليب كيرش والسيد أرسنغاني والسيد العوضي، كانوا أيضا جزء في هذا في هذه اللجنة. ما ينبغي أن نسند اللجنة باسم السيد بسيوني فحسب، وإنما يجب أن تكون اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. عندما أراد السيد بسيوني عرض وجهة نظره في تغيير الدستور البحريني، كما أشارت الأستاذة زهراء قبل قليل، تلت عليكم بأنهم قالوا لا تتدخل في الشأن السياسي، هو كان يقول أنا لم أأتي فقط لأتقصى حقائق وقعت، وإنما أريد أن أخرج بنتيجة، أخرج بأمر يعيد المسار إلى مساره، إلى المسار الصحيح. لم يريد له أن يتدخل في هذا الشأن، وكان يقول أن الدستور ليس بالمستوى المطلوب، لأن في كل مادة تنتهي إلى فقرة بحسب القانون، هو القانون أصلا تبعكم ليس قانونا يرتقي إلى أدنى ما وصل إليه القانون الدولي أو ما عليه القانون الدولي، ولهذا يحتاج إلى تغيير الدستور. هو كان يفكر بهذه الطريقة. النقطة الثالثة، كان اقترح عليهم وضع نصب تمثال لكل شهيد من شهداء البحرين، حتى تكون المرحلة أو نقطة الانطلاق لتوصيل أو لتجسير الهوة بين القاتل والمقتول، فيعترف الجميع بأن هناك خطأ وقع، وأن هؤلاء الشهداء نعتبرهم،
وأنهم سيكونون مخلدين، وعلينا أن نبدأ صفحة جديدة، لأن السلطة ليست جادة، استمرت في قتل الناس إلى تاريخ 22 يونيو يوم أن ضربت علي الموالي، وإلى أن كان الشهيد الأخير الشاب الصغير الطفل حسام الحداد. فهي ليست جادة في واقع الأمر. حرم من حقه في الوصول إلى كل جهة، لم يستطع الوصول إلى قوة دفاع البحرين، إلى الجيش لم يستطع. وإذا حبيتون ارجعوا إلى التقرير، الفقرة 1119 1120 1121 1122، بتشوفون فيها هذه. على فكرة الاستنتاجات، إذا خلص وقتي سكتني لأن أنا بعدي ما دخلت في الموضوع، بس الموضوع عندهم مكتوب. الفقرة، لجنة تقصي الحقائق خرجت بتقرير فيه نتائج، لا تروحون للتوصيات فقط، اقرأوا النتائج. في نهاية كل فصل هناك استنتاجات، هذه الاستنتاجات أنا أعتقدها أهم من التوصيات، لأن التوصيات إحنا غاسلين إيدنا، السلطة ما بتنفذها، بس الاستنتاجات مصداقيتها بأن اللجنة استنتجت هذه الحقيقة. فركزوا على الاستنتاجات، ستجدون أن هناك جرائم واقعة فعلا بصرف النظر عما وصت به اللجنة، ستجدون كيف أن السلطة ليست جادة. إلى ما قبل تقرير لجنة التقصي، سألت السيد باسيوني شخصيا، أنا قبل لا يصدرون التقرير قلت له التقيت بالمشير، قال لا ما التقيت بالمشير، التقيت بوزير الدولة لشؤون الدفاع. عرفت بأن استنتجت بأنه هناك محاولة لإبعاد أطراف معينة متهمة بطريقة كبيرة جدا، إبعادها عن الجو. بعد أن صدر التقرير أو قريب من صدور التقرير، أعتقد لما سووا له فاينلايزيشن وخلاص وكذا، التقى، أنا شفته في الجريدة، التقى به، بس كان بعد سؤالي يعني، التقى به أعتقد عشان المشير يتأكد أن كل شيء مضبوط. السيد باسيوني كان يستغرب، أشار إليه السيد هاشم، أن الملك من 29/6 يوم التقاه باسيوني قال المفصولين بيرجعون، رئيس الوزراء طلع قال بيرجعون، ما رجعوا إلا في 2012. باسيوني وأيضا إخوانه الموجودين الخمسة الأربعة يستنتجون طبيعي، نحن لما نتعامل مع هذا النموذج من السلطة من خلال أمر أو وعد ملك إلى رئيس لجنة تقصي الحقائق اللي جايبينه عشان نقنعه، ما رجع أحد. من اللي رجع المفصولي؟ منظمة العمل الدولية، لا يلقوا لما جو وتكلموا ويا البحرين وضغطوا عليهم، وتحركنا برئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك وأخذ الموضوع. السلطة ليست جادة، ولكن علينا أن ندرك برغم أن ما لهذا التقرير من ناحية المنهجية جميل، اتفق ياش أستاذ زهراء، من ناحية المنهجية جميل، وحتى من ناحية التغطيات جميل جميل، هناك بعض المآخذ عليه، بس يجب أيضا أن نكون عادلين. لم يكن العنصر الزمني بالنسبة إلى هذا التقرير كافي. هذا لجان تقصي حقائق تأخذ 8 سنوات أحيانا في عملية تقصي الحقائق، أحيانا تأخذ، انتهى الوقت، انتهى الوقت خلاص. ها ثلاث، كان قلت لي باقي 3 ثواني لأن أنا سريع أسكت، أنا عندي قدرة على السكوت بسرعة لأنه مو مهم الحكي واجد، يعني كل الناس يدرون عنه. 8 سنوات بعض الدول تعمل في لجان تقصي حقائق، اللجنة كان وقتها قصير، بس صدقوني لأن كان السيل جارف في تسجيل الشكاوى، كان يعني استطاعوا أن يخرجوا بنتائج، وأيضا كان هناك بطولة شعبية في قدرتها على الوصول إلى ما يقابل جهاز التحقيقات الجنائية الشقة المقابلة أو الفيلا المقابلة، وقدم
طبعا تقرير لجنة تقصي الحقائق استلمت من عندنا احنا بس كالوفاق الان، اترك الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، اترك الشفافية، اترك المركز، الجهات، الشباب، الاتحاد العام، جمعية المعلمين، كل اللي تقدمهم احنا بس من عندنا 8000 A4 ورقة، 8000 ورقة A4 ما يعادل يعني اترك ما يعادل، هذه شاملة إلى 123 خطاب. من هذه الخطابات كان بعضها يتعلق بتوصيات، نقول لهم أن منهجيتكم مو واضحة أول ما جيتون، نقول أنه وش المنهجية، نبغى نعرف أنتم لوين تواصلون، ما جاوبونا على هذه الشغلة. طلبنا منهم أن يحولون الموقع الرسمي مالهم من انجليزي فقط نبغى باللغة العربية، لأن المجتمع يقرأ اللغة العربية، واستجابوا. وطرحنا بعض الملاحظات عليهم بأنه كان لاحظنا بأن المحققين الخمسة على اختلافهم في اختلاف في تفاعلهم، وله القضاة الخمسة والمحققين الذين يعملون معهم أيضا على اختلافهم، بعضهم متحمس وجاد ويروح وطلع كل شيء من حلق الأسد غصبا عنهم يؤذيهم، بعضهم لا مسترخي. هذا أبغى أقول لكم بأن لا تتوقعون أن لجنة تقصي حقائق تأتي إلى بلد يستعدي، يعني السلطة تستعدي شعبها، بيوصل إلى طريقة رضوان عن التقرير 100%، لا ما يمكن، لأن التقرير مع ضيق الوقت، مع عدم يعني مع عدم تساوي او تكافؤ العاملين فيه، بعضهم وجدنا فيهم انهم باقي شوي يرمي روحه في حضن السلطه، بعضهم لا كان عصي واقع الامر، هذا بحسب مطالعاتنا ويا المحققين، بعضهم يروح الى ابعد من اللي يطلبه المشتكي او اللي يجي يدون، بعضهم حتى يروح الى هذا يقول انا سجلت انتهى الموضوع، هذا طبيعي يخرج لنا بهذه النتائج. ولهذا بس النقاط الأخيرة، أنا أدري وقتي خلص، النقاط اللي كنت أبغى أقولها، قدمنا تقريرين هما أكبر تقرير يتعلق بالاعتقال التعسف من ناحية الكم. الاعتقال التعسف اللي تعرضنا فيه ذكرنا إليهم طريقة الاعتقال، نوع الشتائم، الكلمات التي قيلت، كيف كان التعذيب. الاعتقال التعسف شامل إلى التعذيب وما إلى ذلك، هذا أكبر تقرير. التقرير الثاني، تخيلوا تقرير من 2800 صفحة ومجموعة أعتقد 3 جيجا بايت، 3 أو 2.5 جيجا بايت، تسجيل إلى حلقات التلفزيون. تعرفون ليش؟ عشان نثبت فقط أن هناك تحريض في تلفزيون البحرين، ولم يقبلوا هذا. الفني اللي جابوه هو معارض في مصر ورئيس جمعية حقوق الإنسان لمدة 10 سنوات، إنسان نزيه محترم يعني، قال لم تستطيع أن تقنعوني أن هناك كان تحريض. شلون؟ قال التحريض يجب أن يكون بمثابة ما حصل في ماسبيرو، كانوا ناس قاعدين، التلفزيون قال بأن أكل جيش يتعرض إلى قتل أو يتعرض إلى اعتداء، فتوجه الناس في ذات الحال، هذا التحريض. أما هذا يعني هو راح إلى أقصى وإلى أدق معنى للتحريض، ما راح إلى المعنى، راح إلى التحريض الفوري، ما راح إلى التحريض اللاحق أو الناتج اللي حصل هنا في البحرين. قلنا هذا تحريض، نتحط دائرة على صورة واحد أو شيء. خلص الدوائر واجد ولازم نخلص. أنا الإحصائيات بعد يمكن بعدين بأخذها في الأسئلة، بقول لكم الإحصائيات، الإحصائيات ما قلت شيء. شكراً للأستاذ سيد هادي، ويعني أعتذر إذا بس الوقت مضايقنا الأمانة. طيب الآن مع الورقة الثانية، يقدمها الأستاذ المحامي محمد التاجر، الرئيس التنفيذي لمنظمة برافو، تحت عنوان الإخلال بحق العلاج ثم الإخلال بحق الدفاع. تفضل. شكرا جزيلا. كما بين السيد هادي الموسوي، الدوائر والتخصصات المتعلقة بانتهاك الحقوق كثيرة في البحرين. ورقتي كانت تستند على الإخلال بحق الدفاع أصلا، ولكن هذا الجانب تناوله العديد من المتخصصين بما فيهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان والكثير من المنظمات الحقوقية العالمية،
وبتوصية من الأستاذ جواد فيروز رئيس اللجنة المنظمة أثرت أن أغير الورقة إلى الإخلال بحق العلاج. نصت الصكوك القانونية ذات الصلة بالمعايير القانونية الدولية لحماية الأشخاص المجردين من حرياتهم كاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقواعد والمبادئ النموذجية الأساسية لمعاملة السجناء ومبادئ وآداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين لا سيما الأطباء في حماية المساجين والمحتجزين، على أنه يجب أن تتوافر خدمات طبية من طبيب مؤهل ويجب أن يكون لديه بعض الإلمان بالطب النفسي لتقديم خدمات للموقوفين على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة. أما السجناء المرضى والمصابين والذين تتطلب حالاتهم الصحية عناية خاصة فيجب أن ينقلون إلى سجون متخصصة أو مستشفيات مدنية، وعلى الطبيب المؤهل في أي مكان توقيف أن يقوم بفحص شامل ودقيق لأي موقوف بعد دخوله السجن، ثم يقوم بفحصه إذا اقتضت الضرورة خصوصا بغية اكتشاف مرض جسدي أو نفسي أو اتخاذ التدابير اللازمة والضرورية لعلاجه. وعلى الطبيب مقابلة ومراجعة الحالة الصحية للموقوفين بصفة دورية ويومية وبانتظام، وأن يقدم التوجيهات والنصح بالنسبة لنوعية الغذاء ووسائل النظافة والرعاية الصحية المتكاملة. ولقد نصت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على حق كل شخص مجرد من حريته في ضمان شروط الصحة العامة والملابس ولوازم الأسرة والغذاء الملائم والخدمات الطبية وطب الأسنان، والحق في وجوده في زنزانة ملائمة الحجم، والحق في التعرض للهواء النقي، ويجب على السلطات عدم انتهاج نهج عقابي وعديم المرونة، ويجب أن تتقصى بدلا من ذلك سبل الحوار بهدي من شعورها الإنساني حتى في حالات إضراب السجناء. وبإسقاط سريعة على وضع السجون في البحرين نجدها خالية من الفراش المناسب والتكييف المريح والغذاء الصحي، ويمنع النزيل من التشمس ومن الخروج في الهواء الطلق، وهناك نقص واضح في الرعاية الطبية، ولا يتوافر الأطباء المؤهلون في السجون، ويمنع السجناء من الذهاب لهم في عياداتهم، كما أنه يمعن في التعذيب والإساءة للموقوفين والجرحى والمرضى منهم، وهناك انعدام في الرعاية بذوي الاحتياجات الخاصة. فالدكتور عبد الجليل السنقيس المصاب بشلل أطفال يوجد في زنزانة مع الأصحاء، وقضى وقتا طويل في زنزانة انفرادية لمدة فاقت الشهرين، كما أن من فقدوا أعينهم في الأحداث بقوا في زنازين مظلمة أو في زنازين فائقة السطوع، وتسلط عليهم أنوار قوية جدا حتى أصيب الكثير منهم وتطورت حالاتهم. ترك أفراد كثيرون ليصابوا بالغرغرينة، والكثير فقدوا الإحساس بأعضائهم. وثقت المراكز الحقوقية العديد من الانتهاكات لحق الحصول على العلاج لنزلاء الأمراض المزمنة، كما تفاقمت حالات الإصابات المهملة مثل علي السنقيس، علي سامي عيسى قاسم الأخير أجبر على الوقوف لمدة طويلة وهو ما زال يقضي فترة الحبس الاحتياطي لمدة 45 يوما بعد إصابة مباشرة في رجله، ترك لينزف حتى نزلت نسبة الهيموغلوبين في الدم إلى 6، اسودت رجله بفعل عدم العناية بها ورفض إزالة الشظايا منها، وهو مثال حي وقريب. كذلك حالة الطفل ذو 4 سنوات أحمد النهام الذي أصيب بشوزن في عينه، قامت وزارة الصحة بإرساله إلى مستشفى في المملكة العربية السعودية بمرافقة طبيب، قال على نفسه عدم مرافقته حتى في يوم إجراء العملية في السعودية، وقام بقضاء وقت في الفندق الذي أرسله بدل من حضور العملية، ولم يكن يعلم بأن الطفل قد تمت تغطية عينه بعدسة زجاجية للإيهام بأن عينه سليمة. الأمثال كثيرة على انعدام الرعاية وانتهاكات حقوق المعتقلين، ابتداء من حق
العلاج إلى حق الدفاع، فكما يندر وجود الطبيب المؤهل لرعاية المعتقلين فإن المحامي يمنع من تقديم دفاع جدي للمعتقل، وتصدر أحكام كثيرة في الجلسة الأولى خصوصا في الجناح ودون حضور محامي. العلاج واجب على الدولة لكل الموقوفين، والامتناع عن علاج المرضى والموقوفين خصوصا الجرحى منهم هو مخالف للقانون المحلي وللمعاهدات الدولية. وكما تمنع الدولة علاج المصابين فقد عاقبت من قام بعلاجهم أبان فترة الأحداث. في مقبل رمضان الماضي سمعنا توجيهات صادرة من ولي العهد لمسؤولي الأجهزة الأمنية يطلب منهم عدم استخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين وعدم التمييز أمام القانون. انتظرنا تنفيذ هذه التعليمات على أرض الواقع ولكن لم يجد جديد، ففي رمضان شهدنا أعنف إصابات في ظروف المتظاهرين. تم التعامل مع كثير من المعتقلين بالضرب المبرح واعتقل الكثير منهم، وامتنعت الأجهزة الأمنية عن تفوير علاج مناسب لهم. حالة الشهيد حسام الحداد الذي ضرب في مكانه وبقى لفترة طويلة شاهد على إهمال والقتل خارج القانون. أصبح العزوف عن الذهاب للمستشفيات بعد أكبر من عام على أطلاق بعد أكثر من عام على أطلاق تقرير بسيوني، مع ما تخلف عن عدم العلاج من عاهات وأصابات مستديمة، أضيفت للمئات الذين فقدوا أعينهم وأبصارهم والآلاف المصابين بالكسور والجروح والشظايا دون علاج، وهناك من أصيب وترك ليفقد أكثر من 85% من نسبة نظرك المفرج عنه أخيرا، الذي قضى ما يقارب العام ونصف وحكمت المحكمة ببراءته جعفر سلمان. هناك الكثيرين من أصيبوا بفعل التعذيب كعلي السنقيس، عبد الهادي الإخواجة، عبد العزيز عبد الرضا، عماد ياسين، محمد سهوان، وتزداد الأمور تعقيدا بالنسبة لهم، ولكن لا يوجد أي رغبة لعلاجهم أو إعادة تأهيل المصابين منهم كما أوصى بسيوني. انشأت الكثير من لجان التعويض ولكن تكاثر عليها ضحايا سلس البول ولم ينال منها الضحايا الحقيقيون أي جبر لضررهم. فالدولة لم تترك مجال لإعادة التأهيل وهي تتغاضى عنه. يفرح صدورنا التكاتف والتعاضد الإنساني عندما تتولى الجمعيات السياسية والمراكز الحقوقية والأفراد العاديين من المتخصصين تقديم المساعدة للجرحى والمصابين والفاقدين لأعضاء حيوية من أجسامهم، سواء والمصابين بعجز كلي أو جزئي. ولكن لا ننتظر ذلك من الدولة التي منعت وتمنع وصول المصابين للمستشفيات كما تمنع المعتقلين من العلاج. أصبح الاعتماد على العلاج في المنازل أكبر مع ما يحمله من خطورة أدت إلى عدم وصول الكثيرين في أوقات مناسبة، أدت إلى فقدان أرواح كحالة الشهيد أحمد إسماعيل. إن ميثاق وأخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب في البحرين محتم احترام وحفظ كرامة المرضى وعدم التمييز بينهم في العلاج وتوفير العلاج بشكل فوري لكل جريح، ويعتبر الامتناع عن العلاج جريمة بموجب القانون، ويفترض على الدولة أن توفر الأمن والعلاج والعمل والسكن لكل رعاواها بدون تمييز. لجنة بسيوني وثقت في الفقرة 799 أن الأشخاص المصابين تجنبوا الذهاب إلى مجمع السلمانية الطبي أثناء المظاهرات نتيجة لتواجد قوات الأمن ولخوفهم من تعرضهم للاعتداء وسوء المعاملة والاعتقال. ووثقت اللجنة منذ 16 مارس 2011 حتى نهاية سبتمبر 2011 العديد من حالات الاعتقال غير القانونية لمرضى من مجمع السلمانية الطبي. ورأت اللجنة بأن المرضى ألقي عليهم القبض لما وجد فيهم من جروح أصيبوها في الدوار وخضعوا للاستجواب ثم الاعتقال بسبب هذه الجروح. لقد أصيبت الخدمات الصحية في البحرين بالشلل أبان فترة السلامة الوطنية، ولكن استمر الشعور بأن المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية أصبحت مكانا يقيم فيها العسكر ولم تعد مكانا أماكن مأمونة أو موثوقة لعلاج
سواء من كانوا مصابين في اعتصامات أو مرضى عاديين. فالمصابين في المواجهات معرضون للاعتقال ثم التعذيب، فالوضع لم يتغير كثيرا، فبين كل 10 معتقلين يدخل 5 منهم على الأقل إلى المستشفيات بسبب التعذيب. كما يمنع المحامون من زيارتهم للمدد حتى تختفي آثار التعذيب فيهم، كما يمنع الأهالي من الزيارة. الكثير من المرضى كحالة علي سامي مثلا تطبق أوامر الزيارة التي تقتضي بالزيارة لمدة يوم كل أسبوع، بالرغم أنه نزيل في المستشفى ويفترض أن تكون الزيارة مفتوحة بشكل يومي. وهو مثال على سيطرة الأجهزة الأمنية، فشرطي على الباب يطبق أمر ضابط أعلى منه ويمنع الزيارة. من الواضح أن سطوة رجال الأمن هي التي تحكم وتقرر، لذلك يتفادى الكثيرين الذهاب للمستشفيات والمراكز الصحية، لأن العلاج من الإصابة يعني الاعتقال، خصوصا مع قبضة الدولة الأمنية. حتى على المستشفيات التحذيرات التي صدرت للمستشفيات بالإبلاغ عن الإصابات ناهيك عن عسكرة المستشفيات أو مراكز العلاج حسب ما قررته منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، ومع ذلك يبقى المدعي يردد بأننا في دولة القانون. شكرا. شكرا للأستاذ المحامي محمد تاجر. الآن مع الورقة الثالثة، هي ورقة من تقديم السيد رضوان الموسوي القيادي في جمعية أمل بعنوان حل أمل مثال واضح للتراجع السياسي. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المنتجبين. بداية أحب أرفع عليكم تحيات وسلام سماحة العلامة المجاهد الشيخ محمد علي المحفوظ، يبلغكم جميعا تحياته وسلامه، وكذلك كوادر جمعية أمل المعتقلون بالسجون ظلما وعدوانا. ورقتي طبعا قد تكون ما توافق مع الوقت، لكن حاول اختصرها قدر المستطاع. إقدام السلطة على حل جمعية أمل هو أخطر الملفات في سلسلة التراجعات السياسية في تقرير ما بعد في ما بعد تقرير بسيوني. وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتاريخ 3 يونيو 2012 قامت برفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الإسلامي، وذلك في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين مملكة البحرين. وفي 19 يونيو عقدت أول جلسة، وفيها قرر القاضي إرجاء وتأجيل القضية إلى 7 أكتوبر 2012 لاستكمال الخصومة وعقد المواجهة القضائية واستكمال التوكيل الخاص بالشيخ المغيب سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ المسجون ظلما في سجن جو المركزي عنبر الأمل. وفي تطور مفاجئ وبدون سابق انذار، تقوم وزارة العدل بتقديم موعد المحاكمة جمعية أمل من 7 أكتوبر إلى 9 يوليو وبدون وجه حق وبقرار سياسي بحت وقضاء مسيس، وتحكم في نفس هذا اليوم على حل جمعية العمل الإسلامي بالحل والتصفية وحجز ممتلكاتها وبيع أصولها، حتى بدون عقد خصومة قضائية وبدون حضور الجمعية أو محامي الجمعية، لأنهم لم يتمكنوا من التوكيل وإجراءات التوكيل الخاصة بسماحة العلامة الشيخ المحفوظ المسجون في سجن جو المركزي والمحكوم بعشر سنوات ظلما. إننا في جمعية أمل ومن خلال هذه الورقة المقدمة إليكم أيها الأساتذة والأخوة والأخوات العزيزة، نستعرض بطلان قرار الحل لجمعية العمل الإسلامي، ونحاول أن نكون نحن المدافعون عن الجمعيات السياسية وخط الدفاع الأول لحق العمل المؤسسات السياسية والحقوقية. ومن أولى واجباتنا هو صون حق العمل السياسي بما تكفله الأعراف والمواثيق الدولية وقوانين الأحزاب والتجمعات العالمية. فكل ما جرى بعد وصول لجنة تقصي الحقائق اللجنة الملكية بسيوني واللجنة الموازية لقوى المعارضة والحقوقيين، وفي البند الذي ذكر فيه تفصيل الاضطهاد السياسي، أشار التقرير إلى نموذج الاضطهاد السياسي ممثلا في الظلم والاضطهاد السياسي الذي تعرض له قيادات جمعية أمل جمعية العمل الإسلامي وبالتحديد،
مقرا واسما من قبل السلطة ممثلة في جهاز الأمن الوطني والبلطجية التابعة للسلطة، ومن قبل الإعلام الرسمي ممثلا في الإذاعة والتلفزيون والصحافة، حيث نستعرض خوائل الاتهامات أولا، من ثم نستعرض تسلسل القضائي في تقديم بلاغ حل الجمعية وما جرى بعدها من سيناريوهات سريعة بأجل المحكمة، ومن ثم تقديم الأجل، ومن ثم الحل بدون صفة قانونية تسقط الاتهامات وتسقط الدعوة ككل. فقد تقدمت وزارة العدل بتاريخ 3 يونيو برفع الدعوة القضائية 19 يونيو 2012 أول جلسة في المحكمة الإدارية الكبرى. تم تأجيل القضية لتاريخ 7 أكتوبر. 9 يوليو تم تقديم القضية بدون إعلام جمعية العمل الإسلامي أو محامي هيئة الدفاع الجمعية. 9 يوليو أي بنفس اليوم تم حل جمعية العمل الإسلامي أمل في سابقة خطيرة وبدون حضور ممثل الجمعية أو محامي هيئة الدفاع. تم إعطاء جمعية أمل 45 يوم لتقديم طلب استئناف لقرار الحل بتاريخ 26 أغسطس. تقدمت أمل بطلب رسمي لتقديم الاستئناف ووقف الدعوة دعوة تنفيذ الحكم، ثم تم قبول الطلب تحت رقم 2527/2012. أرسلت المحكمة أنه بتاريخ 25 سبتمبر 2012 جلسة الاستماع لطلب الاستئناف. وبالرجوع لأصل القضية وفي القانون، فإننا نرى القانون يعطي الوزير أحد خيارين: الأول إيقاف الجمعية 3 أشهر ورفع دعوة خلالها لحل الجمعية، أو رفع دعوة مباشرة على الجمعية لحلها وهو ما حصل، ولكن ليس باستخدام هذا الحق في المدة المعينة في القانون أيضا. وأيضا القانون يلزم أن يتم النظر الدعوة في مدة أقصاها شهر، فيما وجدنا أن القضية تم تأجيل البت فيها شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل. وتتلخص القضية المرفوعة ضد جمعية أمل حسب مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الدعوة المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي أمل وفقا لقانون الجمعيات السياسية رقم 26/2005 تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات، وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحظ على الكراهية، وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور، وفقا لتصريحات مسؤوليها ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافقة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقا للإجراءات المحددة قانونا. لذلك أنا أعتذر من الأستاذ، طبعا أريد بس تحديد يعني تفصيل في موضوع المخالفات اللي هم ذاكرينها، بس بشكل إن شاء الله بلتزم بالوقت. أحسنت. السبب الأول، جاء الحكم المطعون المذكور مخالفا لصحيح القانون والثابت بالأوراق، مجحفا بحقوق المستأنفة، فإنه تطعن عليه بالاستئناف، هو الدفع ببطلان الحكم لإخلاله بحق الدفاع، إذ أن مبدأ المواجهة بين الخصوم من أهم مبادئ التقاضي وضمانات التحقيق العدالة، وذلك لمبدأ ليس سوى تطبيق وتجسيم لحق أشمل وأعمق، هو حق الدفاع، ومن نتائجه أنه ليس للقاضي أن يحكم دون سماع جميع الأطراف، إذ بغير سماعهم لا يمكنه معرفة الحقيقة، ويجب احترام هذا الحق للخصوم سواء أمام محكمة أو درجة أو أول درجة أو في خصومات الطعن. طبعا هذا أنا الكلام قلت للقاضي بعد ما أصدر، يعني قبل إصدار حكمه، قلت له أنا عندي ملاحظات وقلت له هذه الملاحظات، هو يدري فيها يعني، بس هو طبعا في النهاية ما عنده قرار، بعد قراره في فوقه. ولا يكفي احترام هذا الحق للخصوم من الناحية الشكلية، بل يجب احترامه في جوهره بأن يكون الخصم بالفعل من عرض دفاعه بالكامل، وكل حكم يخل بمبدأ المواجهة يعتبر حكما باطلا، وكل نص شرعي مخالف يجب اعتباره غير دستوري. محكمة أول درجة قد أخلت بحق المستأنفة في الدفاع حين قامت بتعجيل نظر الدعوة وتحديد جلسة قريبة. دون تبليغ المستأنفة ودون إمهالها. طبعا بروح النقطة السبب الثاني أساس في تفصيل واجد يعني دم دقيق. السبب الثاني، الدفع ببطلان صحيفة الدعوة لتقديمها من غير ذي صفة إجرائية
وبين أنه لما كان من المقرر قانونا أنه يجب أن تتوافر الصفة القانونية في من يمثل أطراف الخصومة كأن يكون ممثلا قانونيا أو اتفاقيا. إن جهاز قضايا الدولة هو الجهة الرسمية التي أسند إليها تمثيل الدولة أمام القضاء بعد أن كان تمثيلها من اختصاص دائرة الشؤون القانونية. صراحة المادة 60 سالفة الذكر فلا وجود قانونيا لما يسمى جهاز قضايا الدولة ما لم يصدر المرسوم الذي ينظم ذلك الجهاز لحد الآن. السبب الثالث هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. طبعا أنا قاعد أختصر أساس بس الوقت يعني. السبب الثالث هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مشيرا إلى أن مخالفة القانون تتحقق بإنكار وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها. أما الخطأ في تطبيق القانون فيوجد بتطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها ذلك. طبعا الأخوان الأخت محامي والأخ محامي يفهمون الفوازير هذه. أنا أروح في النقطة الأخيرة. السبب الرابع هو مخالفة الثابت بالأوراق جانب الحكم المستأنف الصواب وخالف الثابت بالأوراق حين قضى بأن الجمعية المستأنفة قد خالفت القانون إذ لم تقم بعقد مؤتمرها العام العادي لأكثر من مرة. وتتمثل مخالفة الحكم المستأنف للثابت في الأوراق فإنه وبالرجوع لصحيفة الدعوة نجد أن المستأنف ضده يقر فيها بقيام المستأنفة بعقد مؤتمرها العام في 2010، ما يعني أن المؤتمرات للأعوام السابقة التي السابقة قد عقدت. ويؤكد ذلك ما جاء في البند رقم 4 من الصفحة الرابعة من صحيفة الدعوة إذ يزعم المستأنف ضده في ذلك البند بأن المستأنفة قد خالفت القانون. بالرجوع إلى النصوص ودعاوي الحل المتعلقة بقرار حل جمعية العمل الإسلامي وبعض ردود هيئة الدفاع التابع للمدافع للجمعية ترى بطلان الحكم جملة وتفصيلا، والقضية ليست مرتبطة بالقوانين ولا الأنظمة المنظمة لعمل الجمعيات السياسية وعدم مواجهة وزارة العدل السياسية والقضايا يبطل القضية ويفرغ القضية من محتواها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ سيد رضوان. أنا مع الورقة الأخيرة الأستاذة جليلة السيد مستقلة بعنوان لا عزاء للمطالبين بالعدالة وضحايا التعذيب مثالا. أوكي سوري. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر لكم صبركم وحضوركم بهذا العدد إلى الآن. ورقتي الأخيرة وإن شاء الله تكون خفيفة على قلبكم. أنا أعتقد أنه عندما نتكلم عن الآثار المترتبة على تقرير بسيوني لنقرر ما إذا كانت الانتهاكات مستمرة، خاصة ما يعنينا الانتهاكات التي أثبتها بلا جدال هذا التقرير، نرجع نأخذ أمثلة عشان نقرب الصورة إليكم. لما إجا تقرير بسيوني في نوفمبر 2011 كانت له حقيقة آثار انعكست إيجابا على بعض القضايا. أنا أقول انعكست إيجابا على بعض القضايا ولهذا تفسير، يعني لا تأخذون كلامي وتقفون عنده في هذا الحد. الانعكاس الإيجابي الأول هو أنه تم إسقاط التهم المتعلقة بحرية التعبير، نحن لا ننكر ذلك، هذا كان تقدم وشيء إيجابي. توصية من توصيات بسيوني قالت لهم الناس من حقهم أنهم يعبرون عن رأيهم إلا إذا اشتمل هذا التعبير عن الرأي على شنو؟ تحريض على العنف. فالمعيار اللي حطه بسيوني معيار واضح، إذا كان التعبير عن الرأي فيه تحريض على العنف فإذا لا تسقط التهم. طيب نرجع نشوف شلون النيابة طبقت هذا الكلام. النيابة ومن قضية الأطباء الشهيرة الكادر الطبي، تذكرون البيان اللي طلع باللغة الإنجليزية في سابقة في تاريخ محاكم البحرين، بعدين قدمت ترجمة عقبها بثلاثة أشهر للمحكمة، أسقطوا التهمة المجرمة بالمادة 165 مرافعات اللي هي التحريض علانية على كراهية نظام الحكم، هذه أسقطوها. التهمة الثانية اللي أسقطوها إذاعة
أخبار أو بيانات كاذبة من شأنها الإخلال بالأمن العام، هذه المادة 168 عقوبات. الثالثة هي النشر بإحدى الطرق العلانية لأخبار كاذبة تضر بالصالح العام. هذا كلام جميل، ما عندنا أي مشكلة فيه، بس لاحظوا ما ألغوا أي تهمة متعلقة بممارسة حق التعبير عن الرأي عبر المشاركة في المسيرات، مع أن مش كل مشاركة في مسيرة مقترنة بالعنف ولا مقترنة بالتحريض على العنف. وهذا كان أمر مدروس، لأنه بنشوف مثلا في قضايا مثل قضية الأطباء، وطبعا أبو آدم أخونا الأستاذ نبيل رجب، من أهم التهم اللي موجهة إليه شنو؟ شاركت في مسيرات. طيب لا دعا إلى العنف ولا حرض على العنف ولا اقترن عنف بالمسيرات، مع ذلك حكم مثل ما شفنا سنة. الأطباء مثلا، بعض الأطباء حكمهم ب15 في العسكرية، نزل حكمهم إلى شهر. ليش؟ لأن شاركوا في مسيرة. طيب بس عشان أوضح الصورة، المشاركة في مسيرة ممكن يجرم بقانونين. في المادة 178 عقوبات تجرم المشاركة في المسيرة إذا كانت المسيرة منظمة على خلاف القانون أو اقترنت بإخلال إلى آخره. لاحظوا مو تحريض على العنف. طيب وفي القانون مال المسيرات، إذا تتذكرون قضية الرموز في حكم التمييز الأول اللي طلع 30/4/2012، في واحد من المتهمين في هالقضية اسمه الحر الصميخ، كان قضي عليه بسنتين في العسكرية وخفض بعدين 6 أشهر، كانت النتيجة أنه طلع ودين على أي قانون؟ ودين 6 أشهر على قانون المسيرات. طيب الآن نصل إلى النتيجة من هذا الكلام كله، أنك أنت من جهة تلغي شنو الاتهامات المرتبطة بحرية التعبير في أحد واحد من اثنين من وجوه العملة وتخليها في الجهة الثانية، يعني خليت الاتهام على المشاركة في المسيرات تحت قانونين، إنزين، عشان في النهاية تستعمل هذا ضد من تريد استعماله ضده. هذه أول نقطة من النقط اللي قلنا إنها إيجابية، ولكن بعد الإيجابية ولكن شرحنا لكن شنو. فإذن من غير الصحيح القول بأن حكومة البحرين التزمت بتوصيات بسيوني فيما يتعلق بإسقاط التهم المتعلقة بحرية التعبير، الدليل أحكام نبيل رجب والأحكام الصادرة ضد الأطباء وعشرات الأحكام الأخرى. طيب هذه واحدة. الشغلة الثانية، المفروض أنه النيابة في قضية الأطباء اعترفت بأنه طبقاً لي توصيات تقرير بسيوني الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب هذه شنو؟ لا يعول عليها. احنا المحامين عندنا عقدة في التعبيرات، لازم نكون واضحين وصريحين في التعبيرات. انا بقول لكم لا يعول عليها، هذه جاية من وين؟ هذه مي 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 كلام اعتباط. لا يعول على هذه شو اسمه الاعترافات، جاية من نص في قانون الإجراءات الجنائية، يقول لك أن القاضي في نهاية الأمر يقضي بما يعني يطمئن إليه ضميره، ولكن شريطة ألا يعول على أي دليل منتزع بالإكراه. لا يعول، هذا التعبير اللي موجود. فلما يقولون ما نعول على الاعترافات ضمنا لأنها غير مشروعة لأنها منتزعة تحت التعذيب. طيب الآن اطلعنا طبعا على أسباب حكم الرموز. طيب حكم الرموز اللي طلع تاريخ 4 صدر بإدانة الإخوان قادة المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان بناء على شهادة 2 منهم فقط، هم الدكتور عبد الجليل السنجيس والشيخ محمد حبيب المقدان. وجاء في هذا الحكم بأنه المحكمة عولت على أقوالهم واعترافاتهم، بس هي نفس الشيء، عولت على أقوالهم. ليش؟
لأن لم يثبت للمحكمة بموجب التقارير مع الطب الشرعي إن بهم آثار للتعذيب. شوفوا المنطق. طيب أنا بعتبر هذا لأن الاثنين ما ثبت، يعني أنتم قاعدين تقولون البقايا كلهم ثبت، هذا معنى الكلام. لاحظوا في لعبة قاعدة تنلعب. وكيل النيابة وائل بوعلاي في المؤتمر الصحفي أكد بأنه لم يصدر الحكم بالاعتماد على أي، ها أخذت الوقت كله إن شاء الله. تطبيقا للديمقراطية بس بواصل بناء على رغبة الأغلبية يعني. شكرا. طيب نرجع مرة ثانية، الموضوع اللي قالوه في حكم الرموز بأنه لم يصدر الحكم على أي أدلة غير مشروعة موضوع في غاية الخطورة. تقرير بسيوني لو ترجعون إليه يتكلم لما يجيب التوصيات، من ضمن توصياته يقول لك طب شرعي مستقل، من ضمن التوصيات اللي يوصيها على حكومة البحرين يقول لهم خلوا عندكم طب شرعي مستقل، يعني الطب الشرعي مالكم مو مستقل. اجي المحكمة تقول لك أنا أعتمد على اللي قرر التقرير الطب الشرعي لأنه قال ما تعذبوا. طيب أنت في النهاية تتجاوز جملة من الأمور وتخالف تقرير مسيوني وتخالف القانون، قانونك أنت في جملة من الأمور. هذه الأمور أولها أنك أنت قاعد تحجني أنا بتقريرات الطب الشرعي مالك اللي تقرير بسيوني قال مو مستقلة. هذه واحدة من النتائج. النتيجة الثانية، إذا كان في شك هل في تعذيب ولا ما في تعذيب، يا ترى يا هل ترى وش سوي المحكمة؟ محكمة التمييز حلت لهم الإشكال في الحكم اللي صدر في يناير بداية هذه السنة فيما يعرف بقضية دهس الشرطيين في ساحة الدانة. محكمة التمييز قالت على المحكمة العسكرية واستعملت تعبير لزاما على المحكمة إنها تروح تجري تحقيق المحكمة، تجري تحقيق مو النيابة، المحكمة تجري تحقيق في مسألة التعذيب إذا ما أثير دفاع بأن الاعترافات كان يشوبها المشروعية لأنها كانت مأخوذة تحت التعذيب، ولا يكفي للمحكمة أن تصادر حق الدفاع بالقول أنها اطمأنت إلى الاعترافات. طيب هل يا ترى محكمة الرموز سووا هذا الحكي؟ طيب الموضوع ككل، الآن محكمة الرموز اعتمدوا في إدانة الرموز على أدلة من ضمنها اعترافات مأخوذة تحت التعذيب في مبدأ قانوني معروف يسمونه تساند الأدلة، يعني إذا واحد من الأدلة مالك فاسد تتداعى وتنهار كل الأدلة الأخرى، هذا مبدأ قانوني يعني راسخ وتقوله محكمة التمييز على طول. طيب ما أنت الدليل الأساسي مالك فاسد أو على الأقل لم تلتزم بما يوجبه عليك القانون من ضرورة التحقق في مسألة التعذيب من عذبه. الآن هذه قضية الرموز فهمناها، هذا لين العالم المحكمة تقول إنهم شنو اعترفوا اعترافاتهم صح. طيب في نفس الوقت المحكمة قاعدة تقول أنا أعتمد على ما قدم من تقارير وشهادات في الدعوة من شهود الإثبات، يعني المحكمة قاعدة تقرر الاعتماد على شهادات من ضباط الأمن الوطني المتورطين في التعذيب. طيب بالمقابل خلنا نشوف الموضوع في قضية الأطباء شلون كان. قضية الأطباء علم عام كلنا نعرفه إنه تنازلوا عن الاعترافات صح؟ يا هل ترى ليش؟ لأن جعل مزاجهم لا تنفيذا لتقرير بسيوني، لأن الاعترافات غير مشروعة لأنها منتزعة تحت التعذيب. إحنا أثرنا قدام المحكمة في قضية الرموز هذا الكلام،
يعني أنتم يا نيابة العامة لا يجوز لكم وأنتم تدعون أنكم خصم شريف تجي تتنازل عن الاعترافات في مقابل واحد وتتمسك في الاعترافات في مقابل واحد والإشكال المثار على الاعترافات واحد وهو انتزاعها تحت التعذيب. ردوا علينا قالوا إحنا خصم شريف وجهة محايدة. إحنا اللي نريد نوصل إليه من كل هذا الكلام بأنه بلا شك تقرير بسيوني وأنا هنا يعني سمعت الكلام الذي دار منذ صبيحة هذا اليوم إلى الآن. تقرير بسيوني في النهاية عمل بشري يخضع للنقد وللتحليل، وليس عيب أن نقول أنه لم يغطي كل الجوانب، وليس عيب أن نقول أن به نواقص، ولكن الحصافة الحقوقية السياسية تقتضي أن نغض الطرف ولو مؤقتا عن مثالبه ونستند إليه كدليل لإثبات شنو؟ لإثبات قضيتنا إحنا وليس العكس. طيب أنا الآن يعني من الأشياء اللي يعني الواحد لا يستطيع إلا أن يقولها أمامكم سأقرأ عليكم 4 أسطر أرجو منكم وإن طولت عليكم سامحوني وأنتم جواعة وإن طولت عليكم لكن يعني أرجوكم تسمعونها بكل تركيز. أنا أقرأ لكم من إحدى صفحات الحكم الصادر في بتاريخ 14/8 قبل أقل من شهر من الآن من ذات المحكمة اللي حكمت على الرموز. الصفحة 79 من هذه القضية فيها بند يقول أرجو أن تتابعون: إن التعذيب الذي تعرض له المتهم محمد حبيب منصور اللي هو الشيخ المقداد والذي أطنب في سرده في مذكرته آنفة البيان بما يفوق كل تصور وخيال، ومع التسليم بصحة المحكمة تسلم بصحة ما قاله الشيخ المقداد حول تعذيبه، مع التسليم بصحته، هذه جاية في جملة اعتراضية ممكن تشوفون الورق، فإن المحكمة وهني الكلام المهم تستخلص من تعدد وسائل التعذيب واستمراريتها وقسوتها على نحو ممنهج على الفرد بصحة وصدق ما جاء بالمذكرة. أول يقول مع التسليم، الحين يقول على فرد، يعني بيجي كلام خطير الحين. إن الغرض منها كان الانتقام والتشفي وليس حمله على الاعتراف بتلك الجريمة، ومتى خلصت المحكمة إلى ما تقدم فإنها لا تعول لاحظوا توني قايلة الكلام لي معنى عندنا خاص، لا تعول شنو على ما قرره المتهم المذكور من أنه تعرض للتعذيب والإكراه لحمله على الاعتراف. يعني ببساطة عقل من اللي يقبل هذا الكلام؟ عشان اختصر لكم الموضوع عشان نكون متابعين بشكل واضح، المحكمة تقول هذا الرجال تعذب بس عشان ينتقمون منه، ولأنه تعذب عشان ينتقمون منه أني ما بعتبر أن اعترافه طلع تحت التعذيب. ليش؟ لأنه ما عذبوا عشان يعترف إلا عشان ينتقمون منه. يعني أنا ما أعرف بأي منطق تصدر هذه الأحكام، المحكمة تقر بالتعذيب ومع ذلك تعتمد على شنو؟ تعتمد على الاعتراف المقترن بالتعذيب على الأقل. آخر كلام أقول لكم لن يتعدى كلمتين، وهذه يعني رؤية يعني قد يكتنفها السياسة أكثر من القانون. أنا اللي أقوله أنه تقرير بسيوني، وعادة ما تلجأ الحكومة إلى أنها تقول، وتحديدا لما أتكلم عن تقرير بسيوني أتكلم عن الفقرة 262 عشان يعني بس للتحديد، هذه الفقرة عادة، والشيخ أبو مشتبة قاعد ويانا، عادة ما يلام بأن السبب في إفشال الحوار ومبادرة ولي العهد. هذه الفقرة تقول على الرغم من القرار بإعادة فتح الدوار، احنا نتحكي عن يوم 18/2 يوم اللي قتل فيه بوحميد،
على الرغم من القرار بإعادة فتح الدوار، فقد تم إبلاغ صاحب السمو الملكي ولي العهد في الساعة 4 صباحا إن الشيخ علي سلمان لن يكون قادرا على مقابلة ولي العهد. وطالما كذبوا علينا وقالوا إن المعارضة رفضت الحوار لأن الشيخ علي سلمان ما راح لولي العهد. طبعا أنا بالنسبة لي هذا التقرير في حد ذاته حتى لو صحيح استخفاف بالعقول. في مستقبل سياسي لبلد يتحدد حتى ولو كان رئيس أكبر جمعية للمعارضة اعتذر، زين يمكن كان مريض بس ما يقدر يجي. في مستقبل بلد يوقف على هالكلام؟ هذا كلام تسطيح سخيف. أنا اللي أريد أقوله هو الآتي، وهم اللي يمون المعارضة إن المعارضة يوم 18/2 علي سلمان ما راح إلى ولي العهد. أنا أقول لهم بالله عليكم كم فرصة أنتوا ضيعتوا لبدء الحوار من يوم ما طلع تقرير بسيوني 23 نوفمبر 2011 إلى هذا اليوم. كل ما تصير مناسبة نقول الله بيهديهم، يجي العيد، يجي العيد الوطني، يجي فايت سنة، يجي ما شنو، كل مرة تضيعون الفرصة تلو الأخرى وتضيعون وقتنا وتضيعون وقت البلد وتتراكم الألم. أشكركم على حسن استماعكم. شكرا للأستاذة جليلة السيد. طبعا نتيجة لمطالبة الجمهور ما أخذت وقت واجد، 8 دقائق زيادة. نفتح باب المداخلات، خلنا نسجل الأسماء. أنا ما باخذ دعم بعدين، أي واحد إن شاء الله عقب ما راح على أساس شجعهم إن الآن ذلك الواحد يسمع فلان يقول مو يصير عنده مداخل، إن شاء الله مداخل من فلان لا. طيب عندي الحين 4 أسماء، بنعطي كل متداخل دقيقتين بعدين بنعطي مجال للجماعة حق إن يردون. نبتدي الأستاذ عبد النبي الأكري، عندك دقيقتين أبو منصور. بس بالنسبة لسيد هادي يعني تقول إنه ما أعطوا إنه لا يحتاج إلى 8 سنوات، هذا كلام تهويل أيضا، لأن البوسنة والهرسك أخذ 6 شهور، يمكن ليبيا أخذ. قضايا التحقيق في القضايا هذه نحن لا يعني خصوصا أنه عنده طاقم متكامل، فأعتقد الوقت كان كافي. وهذا طبعا يعني حتى لو في حاجة لشهر أو شهرين إحنا لا نجي بس ونقول أنه كان بحاجة لثمان أشهر، لا كان وقت كافي. التقرير مثل ما قالت السيدة جليلة هو شيء يعني جيد التقرير، وعلينا أن نتمسك فيه، فحتى لا بعد نضفي نوع من الشك حول هذا التقرير. وشكرا. شكرا أبو منصور. الأخت هني سامح إذا تعرفين عن نفسك بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي ليلى المغني، زوجة معتقل. عندي نص دقيقة مجرد سؤال أطرحه. المحاكمة تستمر 1.5 سنة، زوجي معتقل من 1.5 سنة، والتهمة أقصى حكم لها هو 1 سنة، أقصى حكم يعني ذا بيحكمونه. فما بال هذه المحاكمة تستغرق، أو الاعتقالية أو السجن يستغرق أكثر من التهمة نفسها، وهي تهمة تجمهر فقط، تهمة زوجي تجمهر، ولا زال معتقل قيد المحاكمة بلا تعليق آخر. النقطة الأخرى التي أريد أثيرها، زوجي اعتقل في 90s أيضا، وكان حكمه الأصلي 3 سنوات ثم تم تمديده إلى 5 سنوات. ولما طلع المحامي على القضية كان تم إدراج تهمة أخرى، أنا ما أدري يعني أخاف أن المحاكمنا وقضاءنا إحنا لأن ما نوثق فيه أنه يريد يضيف تهم أخرى علشان يعدل أخطاءه، فنخاف من تغيير هاي الحكم أو هاي التهم نفسها. نحن لا نثق بهذا القضاء ولا نعترف به. شكرا لكم. شكرا. طبقة حسن المنطقة. دكتور طه. شكرا. طبعا السؤال او الاحرى المداخله هي بخصوص ورقه الاستاذ محمد التاجر الاخلال بحق العلاج. طبعا احنا ما نتوقع من نظام
اعتقال الأطباء وعذبهم وحتى ما وفر لهم العلاج، وأيضا يحرم المرضى في المستشفيات والظروف العادية من أنهم يحصلون على العلاج، ما نتوقع بأنه راح يعطي للسجناء اللي هو أساسا سجنهم من أجل أنه ينتقم منهم. فما يتوقع منه بأنه راح يعطي أو بيسمح بعلاج السجناء أو المعتقلين. فيتهيأ لي يعني شيء منطقي بأنه ما راح يعطيك علاج. فهذه كل مداخلتي يعني. شكرا. أستاذ إبراهيم بدرازي. وراك. طبعا نشكر جميع الأخوة اللي قدموا أوراقهم حتى نقترب من على الأقل نتائج هذا المؤتمر، وأيضا نسلط الضوء على ما نصب له المستقبل القادم. أريد أتقدم وأستفيد من وجود الأستاذ محمد والأستاذ جليلة في سؤالين محوريين. السؤال الأول، هل يمكن لقوى المعارضة أن تطلب لجنة أممية محايدة من أجل الضغط لتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في نفس السياق وبصورة مختلفة، هل يمكن طلب من جهات دولية محايدة أيضا التدخل لدى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم من أعطى الأوامر باستخدام القوة الناتج الذي نتج عنه القتل لتقديمهم للعدالة؟ شكرا. شكرا بسارة. الأخت موجودة هنا، سامحوني يا جماعة، يعني يلا أوكي، آخر المتداخلين بيكون الشاب اللي هناك في الأخير. طبعا الكلام للسيد رضوان، احنا لسنا مع حل اي جمعية سياسية او جمعية مهنية، بس جمعية امل حلت، وهذا انتهاك طبعا صارخ في الجمعية، في واضح في حق اي جمعية، ولكن جمعية امل حلت في وقت في مجموعة من اعضائها يمكن يدافعون عنها ويسترجعونها بكل طاقتهم، والمحامين بعد واقفين إياها، بس جمعية المعلمين حلت في وقت السلامة الوطنية، وجميع أعضاء جمعية المعلمين، مجلس إدارة جمعية المعلمين متواجد داخل المعتقل، لا يوجد أحد يعني حمل معه هم جمعية المعلمين، إلا مع خروج الأستاذة جليلة السلمان حاولت يعني، وهذا نزل البيان في الجرائد الرسمية بحل الجمعية دون حراك من أي جمعية سياسية أو أو أي جمعية مهنية عن هذه الجمعية اللي تمثلنا شريحة كبيرة من المجتمع، فأرجو عدم نسيان جمعيتنا واسترجاعها مرة ثانية. شكرا. شكرا. آخر متداخلين الأخ المحامي محمد مرزوق، تفضل. السلام عليكم جميعا. طبعا أنا سؤال إلى سيد هادي الموسوي، ربع ثانية فقط. هو ذكر في كلمته هي راح يذكر الإحصائيات في الانتهاكات، بس حبينا نعرفهم. شكرا. أنقذك سيد هادي. طيب شكرا جميع المتداخلين، بس نعطي مجال للأخوة للرد. طبعا نبتدي السيدة. آخر سؤالين من إبراهيم. عندش أخت السيدة. تفضل أستاذ جلي. أنا برد سريعا على أسئلة الأخت زوجة المعتقل. ذكرتين أن التهمة تجمهر، بس أنا ترى ما أحاول أسوي الدنيا في وجهها،
تهمة التجمهر، المادة 187 مرافعات، عقوبات السجن فيها توصل إلى سنتين. إذا اقترنت بالشغب بتصير أزيد. إذا قدم للمحاكمة على مسيرات المفروض بس 6 أشهر، بس واضح إنه مو 6 أشهر. فأعتقد إنش بحاجة إلى تضبيط معلوماتش على شنو التهمة. طيب ما خلاص خلاص أكيد مو بس تجمهر، أي بس مو تمام. على كل حال طيب، أسئلة سريعا ها، أي أسئلة الأستاذ إبراهيم الدرازي. الموضوع بلا شك مو موضوع قانوني، مسألة إن طلب لجنة أممية تجي عشان يعني تحقق في مدى التزام السلطة بالتنفيذ أو تشرف على التزام السلطة بالتنفيذ توصيات بسيوني، هذا شأن عام متروك إلى الجميع. وأعتقد أن الأستاذ المهندس عبد الجليل خليل كان من ضمن مطالبات نهاية ورقة اليوم أن يقترن موضوع وجود اللجنة الأممية هذه أو الهيئة الأممية بموضوع التأكد من اللي صار والإشراف على التنفيذ، بل وذهب إذا سمعت ما قال جيدا إلى أنه حتى الحوار الوطني اللي بيصير لازم حتى يصير برعاية من برعاية دولية عشان لا يترك الحبل إلى السلطة يعني تمسكه كيفما شاءت. موضوع للمحكمة، اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، من حيث المبدأ الموضوع ممكن، وأعتقد أن في أخوة درسوا الموضوع واستوفوا بحثه، وأعتقد أن أخذت إجراءات وقدمت طلبات إلى المحكمة، سمت أشخاص بعينهم، وهذه الطلبات ما زالت على قولتهم في البايبلاين، يعني ما زالت قيد الدراسة واستيفاء الإجراءات لدى المحكمة. فالموضوعين الدوليين ممكنين إن كانوا القضائي أو السياسي. شكرا. لا تشتخبه بهدوء. أعتقد بالدور تبغون تبدون بالدور، أنا بخلي له أخير للسيد لأن يبغون إحصائيات من عنده. يلا كيفكم تقترح الحين؟ أوكي ها ما نسكت كجلس بور للأخير. لا أوكي. بالنسبة طبعا أنا أرد على الأخت اللي ذكرت إن هل كان هناك في حراك سياسي في موضوع جمعية المعلمين. لا طبعا أنا ما يعني لا أجزم، ولكن إحنا في أدبيات جمعية العمل الإسلامي كنا واضحين، حتى في أبيان السلام الوطنية، ويمكن يتذكرون الأخوان كنا ننظم مسيرات عند أبواب منازل المعتقلين الرموز. أتكلم عن الرموز، وكنا أستاذ مهدي أحد اللي اعتبرناه من الرموز، ويمكن ترجعين إلى ملف جمعية العمل أو الوثائق اللي أكدت هذا الشيء. فجمعية العمل كانت مع كل الرموز ومع الجمعيات. أما بالنسبة للجمعيات السياسية أنا استبعد انه هي اصدرت بيانات ايضا ودعمت، يعني قد ممكن ما اتذكر، لكن اتذكر انه كان في بيانات واضحه من الجمعيات السياسيه في دعم جمعيه يعني استنكار، وطلعت بيانات دعم لجمعيه المعلمين. هذا تصور ممكن ترجعين فيه الى الوثائق. يعني صحيح انه ممكن الاستاذه جليله لما طلعت حركت الموضوع صار حراك اكثر، لكن هذا ما يعني انه كان جمعيات متوقفه وما كانت تدعم، يعني هذا بس توضيح يعني. شكرا. بشكل سريع بالنسبة لسؤال الأستاذة، يعني أنا أعتقد الإشكالية في بقاء شخص سنة ونص ولا تنتهي محكمته وقد يحكم بفترة أقل هي أبلغ من ذلك، لأن هناك حالات من قضوا سنة وسنة ونص ثم حكمت المحكمة ببراءتهم، جعفر سلمان مثل، أبو جهاد الأستاذ إبراهيم كريمي مثل آخر، سنة كاملة ثم حكمت المحكمة ببراءته بعد الدفاع المتقن من أستاذتنا السيدة جليلة السيد. كان معانا في سجن الكتراز أول ما وصلنا كل يوم يجيبون لأوراق يوقعها، مرة 75 ورقة بعدين قلصوها لوصلت لثلاث، بس ظل من شهر 4 من 18/4 معتقل 2011 إلى شهر 8 أو 9 بدون أمر توقيف. المصيبة الفترة 6 أشهر التي تستخدمها النيابة في تجديد
أوامر التوقيف في الحبس الاحتياطي أسبوع أو رأساً 45 يوم أو شهرين بناء على قانون الإرهاب هي اللي تمطط الفترة. أغلب المحاكم محاكمتها سريعة أغلبها، خصوصاً في الجناح إذا كان الشخص موقوف، إلا إذا كان التهمة فيها حبس أبعد. يعني المشكلة الإشكالية الكبيرة في عدم سهر القائمين على إنفاذ القانون على تطبيقه بحذافيره، فتظهر الكثير من الحالات. أنا أعتقد الباقي أوفت السيدة، وشكرا. بس في كلمة للأستاذة شوي المايك. أنا بس للأمانة عشان أؤدي أمانتي، المحامي اللي تولى الدفاع في مكتبي عن الأستاذ إبراهيم كريمي هو الأستاذ قاسم الفردان. أرجوك توقف عشان الناس يعرفونك. الأقرع اللي جنب محمد المرزوق تشوفونه دور الأقرع هذا هو قال عني. بإيجاز حتى لا أطيل، كما وعدتكم أنني لم أطرح أي أرقام إحصائية لأنني حاولت أتحدث عن طبيعة عمل لجنة تقصي الحقائق، ولكن لابد من الإشارة قبل ذكر الأرقام هو أن أي إحصائية تسمعونها من قبل لجان وفرق الرصد وحقوق الإنسان هي إنما أرقام التي رصدت ولا تعبر عن الرقم الحقيقي بالضبط، لأنه غالبا ما يأتينا العدد أقل بكثير، وهذا طبعا يعطينا قدرة على أن نجزم بأن الرقم اللي عدنا رقم ذا مصداقية، لأننا لا نعلي. يعني إحنا ما مثلا يجينا الرقم 100 فنقول أكيد لما جاءوا 100 فنقول 200، لا، إحنا نلتزم بهذا لأن نعتبر بأن كل الجهات الحقوقية المراقبة الدولية تعتبر أي رقم تتوصل إليه هو مؤشر وليس يعني الرقم الحقيقي تماما. ولهذا يعني شيء اللي ساهم واجد في أن إحنا يعني نطمئن ونجزم بأن هذه المعلومة اللي عدنا صحيحة هو أن إحنا ما كنا نضرب الأرقام لا في 10% ولا في 100% على أساس نضاعف الأرقام. الأرقام موجودة عندنا، وممكن أدلل على بعض الصور أنه يمكن الشهداء والمساجد هي الأرقام اللي ممكن نجزم بها، واكتشفنا بعد ذلك أنه ما يمكن نجزم بها لأن اللي عندنا أقل من الموجود. المساجد قلنا 35 مسجد قدمناها إلى لجنة تقصي الحقائق، وبعد ذلك اكتشفنا بأن هناك 3 مساجد أخرى لم تصلنا في أثناء توصيل لجنة تقصي الحقائق، واحد في كرب آباد واثنين على شارع البديع قبال البرهامة. احنا كنا نعتبر ان هذا اللي ممكن، يعني ما حب يتخوف يقول انا انهدمت مسجد، الناس بتقول، فالناس ما تقدم شكوى لانها تخشى ان تقدم شكوى. وايضا الشهداء، يعني بعد ذلك لاحظنا بان بعض العوائل جو قالوا احنا راح ابننا بسبب كذا وكذا وكذا، يعني ما كانوا يتكلمون عن في المقابل بالنسبة للشهداء ايضا هناك عدد كبير ما نقدر نثبته لانهم أهلهم يقولون بأنهم توفى نتيجة الغاز أو ما إلى ذلك، أو أنهم بعد التعذيب، بعد أن أطلق صراحة جراء التعذيب، هذا طبعا صعب جدا، فإحنا نخليه من ضمن الحقائق ولكن نرمي الكرة في ملعب عدالة السلطة. إذا كانت السلطة عادلة عليها أن تهتم بكل شيء، تدقق في كل شيء، لكن الإشكالية عدالة السلطة دمتها واسعة، يعني فلا تحط أي رقم ما يمشي، ما مو كلش مهم يعني. بس تعليقي على أستاذ عبد النبي، أتفق إياك وكلامك صحيح ولا بختلف إياك، وقتها كافي مشكلة، لكن لجنة تقصي الحقائق جاءت بعنوانين، جاءت إلى انتهاكات، وحتى بسيوني أول ما فتح المؤتمر قال عندنا عدد من المواطنين يصل إلى 35 مواطن قد قتل، وعندنا مساجد مهدمة وجه، فجاءوا وضاعفوا فريقهم 3 مرات. أنا لما أشرت إلى الوقت لم أكن أقصد أنني أبرئ اللجنة تقصي الحقائق، بقدر ما أبغى أقول أن يا جماعة اللجنة تقصي الحقائق، اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق،
لا تستطيع أن تصل لكل ما وقع علينا من هذا القص. يعني لو أعطيت الوقت الكافي لكانت فرصتها أنها بتتوسع أكثر، ولا تتذكروا بأن كان الأمر الملكي كان ينتهي تقريرها وتقدمه في تاريخ 30 أكتوبر، بعد ذلك هم طلبوا تأخيره أو الحكومة، هو في دغلبات صار أنه لا الحكومة ما ردت على بعض الأشياء، احنا من شوي بنأجله إلى 15 أكتوبر إن شاء الله، 15 نوفمبر على أساس نستلم بعض ردود الحكومة، بعدين أخروا إلى 23 أكتوبر. هذا يدل على أنه بالفعل يعني رغم الجهد اللي تم بذله ما كان الوقت واسع. الآن بجي للأرقام. الرقم أول رقم، بعد عودتنا من جنيف حصلت عملية توثيق إلى كل الانتهاكات، تعاونت معنا 1512 عائلة بما وقع عليهم من انتهاكات، من مداهمات، من اعتقالات، من تكسير، من رمي الغازات المسيلة للدموع، من سرقات وما إلى ذلك. هذا بعد جنيف 1500 توثيق حصل عندنا. عدد المعتقلين ما قبل تقرير لجنة تقصي الحقائق، سمعتم بسيوني قال لكم 2929 معتقل، وهذا ما أدلل عليه بأن مو دائما اللي عندنا هو الرقم الحقيقي. احنا كان في وقت يعني ما قبل تقرير لجنة تقصي الحقائق كان عندنا العدد 1500 وشي، لأنه ما يجون الناس يقولوا. بعدين لما أعلن 2929 اطمأنينا بأن احنا ما بالغنا، احنا حطينا الرقم اللي وصل إلينا. ما بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى ما قبل جنيف كان عندنا 1195 معتقل، يعني ما يقارب من ثلث الأعداد اللي اعتقلوا أيام السلامة الوطنية. بعد اليو بي آر، بعد جلسة جنيف، 717 حالة اعتقال. هذا طبعا من مؤشرات أنه كما ذكرت في بداية كلامي لا توجد هناك جدية. وانعقد الآن، احنا نتكلم وانتم تتكلمون، تذكرت أن في فترة وجود لجنة تقصي الحقائق وتعمل ويلتقون بالملك وبالوزراء وبمدري شنو ويلتقون، كان هناك مسلسل الشهداء مستمر. لا توجد نية حقيقية لدى السلطة في الالتزام بالتوصيات. كما أن هناك إشكالية كبيرة، دائما لجان تقصي الحقائق غالبا، مو دائما، غالبا ما تأتي لجان تقصي الحقائق بعد دمار ودلوف سلطة معينة، تجي سلطة حتى تطلع حقائق حصلت ووقعت جرائمها على هذا يعني على هذا المجتمع والشعب والكم الإنساني أو الكتلة الإنسانية. احنا هني ما راح شيء، كل شيء مثل ما هو، حتى وزير ما تزحزح، حتى وكيل، حتى موظف رئيس الأمن الوطني ترقى، كأنت قلتونها من ساعة، قالها عبد الجليل. فهذا الموجود، فمو بسهولة. أنا ذكرت لكم الصعوبات اللي تواجه لجنة تقصي الحقائق منذ البداية. أروح للأرقام بالهذا. حالات القتل، يعني عندنا حالات من الدهس حالتين، 14 حالة رصاص انشطاري، 4 حالات قنبلة صوتية أو عبوة مسيل دموع، 7 حالات رصاص حي، 6 حالات تعذيب داخل السجن، 47 حالة من أثر استنشاق المسيل الدموع، 30 حالة تم التأكد منها، 17 حالة لم يكن. جرح المتظاهرين ما بعد 14 فبراير كان 1312. أؤكد، هذه الأرقام التي نستطيع أن نعطي فيها الأسماء، بس الأرقام دائما أكبر. ما بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق كان 495، وما بعد جلسة اليو بي آر اللي هو عودتنا 343 حالة جرح، 80 منها بالشوزن، مع أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أشار، وروحوا إلى الفقرة 1121 توضح تماما بأن السلطة تستخدم هذا السلاح بدون داعي، يعني يعتبر حالته من الاستخدام المفرط
للقوة، 45 حالة طلق مباشر من مسيل الدموع، كلها هذه كلها كل هذا ما بعد جنيف كله مخالف لتوصيات تقرير بسيوني. وراح هناك وزير حقوق الإنسان قاعد على المنصة، وعلى يسارة رئيسة مجلس حقوق الإنسان، والسقف يعني صدق مال مجلس حقوق إنسان يعني، حتى في الهول مال تأثير الغازات على اللي يسمونه طبقة الأوزون يعني، وهو يتكلم. أنا كنت أقول هذه الطبقة في مفاعيل ثانية خلتها تتبطل، مو بس يعني الغازات. يقول لا يوجد، كان نبيل رجب الله يفرج عنه كان معتقل وما حضر في جنيف، يقول لا يوجد ولا معتقل رأي في البحرين، ولا يوجد لأخرجته بنفسي. يعني هو مو منتبه انه يتفنش لو راح عن حده يقول له روح البيت، هو مو منتبه لهذا الشغل. هذا هو الواقع. فانا ما يعني ما ابغى اقول دائما لا تشعرون باحباط، بس ايضا اقول لا ترفعون معدل التوقعات. لجنة تقصي الحقائق التقرير يفترض انه يعني وثيقة تعبر وليست وثيقة كاشفة عن حقيقة، معبرة عن وجود انتهاكات حقيقية. ويعمل خلاص زين، بس بقولهم بسرعة الحين. السرقات ما بعد 14 فبراير كان 70%، كانت 70% في حالات المداهمات سرقوا منها. ما بعد العودة إلى، ليش قاعدين نقول هذه الأشياء؟ نبغى نقول راحوا جنيف؟ لا ما راحوا جنيف. تيتي لا رحتي ولا جيتي. بعد العودة 85 حالة سرقة. إتلاف الممتلكات ما قبلها كان 624 سيارة قدمناها إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق. هذه من ضمن الأشياء اللي بغيت أقولها، لجنة تقصي الحقائق ما أشارت إلى السيارات، لأن هذا كان جزء من حنة الناس. الناس كانوا يحنون على اللجنة، يحنون. اللجنة راحوا واتفقوا وزارة الداخلية، وزارة الداخلية قالوا لهم اتفقنا سوينا حل، فما خلوا في التقرير ولا حضت برجالها ولا أخذت سيد علي، لا زالت السيارات موجودة هناك. القصد أن الحنة أحيانا تخلي الفرصة في أن توثق المسألة صعب، لأن اعتبروها أن انحلت وإيمان حلت. لا زالت إتلاف الممتلكات موجودة. الفصل من العمل تكلم عنه، الفصل من الدراسة كانت 427 حالة فصل من الجامعة، الفصل من المدرسة عدد لا بأس به يصل إلى 30 طالب. اعتقال النساء بعد العودة من جنيف كان 5 حالات. اعتقال الأطفال كان 114 منذ بسيوني إلى الآن، منذ تقرير بسيوني إلى الآن 84 حالة بعد العودة من جنيف. يعني من 21 مايو إلى الآن 84 حالة. حالات الإصابات في الأطفال 86 حالة إصابة. حرية التعبير 65 فعالية قدمت لها اختار يعني له اختار ورفضت. جمعية واحدة تم حلها بالإضافة إلى جمعيات سابقة قبل حالة السلام الوطني. أكثر من 900 شخص متهمون بقضية التجمهر، المساجد التي تم هدمها 45 مسجد، المساجد 35 مسجد، المساجد اللي قدمناهم لجنة تقصي الحقائق 35 مسجد هم حصلت لهم الفرصة بحسب الوقت اللي سووه. 30 مسجد زاروها، هم معترفين بأن في 5 ما رحنا لهم، بس الآن الحكومة قاعدة تتكلم عن وجود 30 مسجد حكت عنهم لجنة تقصي الحقائق. هذا يدل على أنهم مو بس يحاربونك، أن أنت يلفون عليك ويقصون عليك. حتى بيوت الله ما يبغون ينتبهون إلى 5 اللي ما ذكرهم بسيوني. قول بسيوني ذكر 30 مسجد بس ما نفى 5 الموجودين الآخرين اللي قدمناهم، هو قال زرنا 30 مسجد. بس هم الآن قاعدين يتجاهلون المساجد الخمسة الأخيرة. هذه الإحصائيات بإيجاز، بس ما أخذت راحتي لأن في معلومات يعني أخرى، بس يعني الوقت ما يكفي إن الواحد يقوله. يعني نعتذر من السيد مرة ثانية، نضطر نوقف عن الحكي. طبعا مشكور 15 ثانية استاذ محمد.
أبغى أشير لنقطة واحدة في موضوع التوثيق. أنا تفاديت في ورقتي أذكر أرقام، وأبغى أعطي دليل. أنا حصلت من جمعية البحرين لحقوق الإنسان ومن لجنة الحريات والديمقراطية في الوفاق بعدد الأطفال دون 18 سنة، لأن احنا بصدد إعداد تقرير عنهم. اكتشفت أن عددهم المذكور نفس اللي قاله السيد، تقريبا 84 حالة اللي موجودين في التقرير المشترك. أنا لما حاولت أدمج الحالات اللي عندي وأشيل الحالات المشتركة، لأن أنا أزود اللجنة بالحالات اللي موجودة في مكتبي، اكتشفت لا إحنا دقيقين ولا هم دقيقين، لأن مو الكل يوثق، مو الكل يكلف محامي. في عديد من العاملين في قضايا حقوق الإنسان وعديد من الأهالي ما يلجؤون للتوثيق. الأرقام أكبر من هذا بكثير، فما هي ما نقدر نجزم بدقتها. شكرا. نشكر باسمكم الأساتذة الأخوة اللي قدموا أوراق، ونشكر المتداخلين. طبعا هذا نهاية المحور الثالث.